نحن نريد العقرب في الكرة العاطفية لسنة الجنة. أنت في ناين أوف كابس يا برج العقرب، أنت شكلك عنيد جدا في وقت العند، وأنت شكلك تحقق برضه في الإنجازات، وحاسك إنك قاعد وتستكشف هذا الشخص من بعد عن بعد، وكأنك أنت تستمتع قاعد في ردات فعله، لأنه أنا شايف إنه هو الشخص هذا رحل عنك، كأنكم انفصلتوا عن بعض بعد شجار، بعد حسيت إنه يمكن العلاقة أصبحت مثلا متعبة، فأنت قررت الانفصال عن هذا الشخص يا برج العقرب. أنت شايف إنه هو تركك ورحل من العلاقة نهائيا، وكأنه مش عارف حسك يعني، بصراحة حاسك إنك أنت زعلت هذا الشخص يا برج العقرب، وأنت عارف. طيب خلينا نشوف الشخص هذا شو. أنت شايفه إنه حزين ومسكين، و هنا البعض يمكن شايفين هذا الشخص بعين العطف، أو أنت يمكن تعطف على هذا الشخص وحاسس إنه هو مثلا تعبان في حياته. طيب هو شو هو؟ الكينج أوف كابس. ولا بس الشخص هذا متوازن جدا جدا، كمان شخص طيب جدا، وشخص في الحب عنده عدل، وفي العقل برضه عادل مع قلبه، يعني متفق في قلبه وعقله مع بعض، متوازن هذا الشخص جدا جدا، وكمان هذا الشخص روحاني جدا لدرجة عالية. على فكرة هذا الشخص بيعرف في نوعية العلاقات، يعني مسمى العلاقات، مثلا نحكي عن التوأم الروح، هو بيعرف عن توأم الروح، يعني عنده معرفة في العلاقات ومسمى العلاقات، لأنه شخص روحاني زي ما حكيت لك. الشخص هذا روحاني وبصيرته حادة، والحدس عنده عالي جدا جدا. طيب خلينا ناخذ الكروت الملائكة بعد كمان، بس انت شكلك انت هيك رح تتفرج، يمكن ان البعض منكم، يمكن ان البعض منكم انه عاجبك هذا الشخص، يمكن هذا الشخص جديد كراش وعاجبك، وانت مستمتع في النظر اليه من بعيد، يمكن انت ما اعترفت بحبك له لهذا الشخص، لكنك انت برضه حاسه انه هو تعبان ووحيد، لكنه ولا تعبان ولا وحيد، وفي في عز زي ما بيحكوها، في عز عقلانيته، في عز مشاريعه. الشخص هذا يمكن داخل مشروع يخص الروحانيات، يمكن هو شخص مبارك على فكرة، الشخص من الله، وشخص يعني يذكر الله في كل شيء، يعني لو أي شيء صار هو بيحكي الحمد لله على كل شيء، يعني لسانه دائما في الذكر. ويمكن انت شايفه شخص روحاني جدا، بس انا شايفك انك انت معاند ومبسوط. طيب خلينا نشوف فاحنا هون راح ناخذ اول كارت بحكي لك الشجاعة، ارسم نزيل اربل تكون الشجاعة، ارسم نزيل تكون الشجاعة، stand up for your beliefs. هون بيحكوا لك الشجاعة انك تدافع عن معتقداتك، احتمال تكونوا انتوا مختلفين عن بعض، مثلا انت شايف شخص مختلف عن من مدينة اخرى بعيدة عنك، وانت بتروحكم من بعيد، او انتوا على تواصل عن بعد، ويمكن هذا الشخص مثلا طلب منك مثلا يتغير شيء فيك وانت رفضت فهو رحل، واحتمال انك انت بتفكر فيه برده بكثرة، واحتمال انه انت حاسس بالرضا من يعني عن نفسك في هاي العلاقة، حاسس انك انت سيد هاي العلاقة.
يعني طيب هون بحكوا لك مسح الفضاء الخاص بك، تخلص من الفوضى، وضح الطاقة، وأوضح الطاقة من حولك. احتمال إنه أنت بتمر بفوضى، مثلا فوضى تفكير، عندك فوضى في العقل، يعني مش عقلك ماله إشي، لكن إنه أنت حس إنك أنت مخربط بين هاي العلاقة، بين شو صار الأحداث والانفصال. حسب أنا شفتكوا الشخص هذا حس بالانفصال من ناحيتك، يمكن أنتوا انفصلتوا مؤخرا عن هذا الشخص، وانت ضليت قاعد محلك ورحل. يمكن انت ضليت يعني على موقفك، لانه نقول لك خليك على موقفك ودافع عن موقفك، وانت ضليت على موقفك ثابت، يعني الاشي اللي انت بتريده مش الشخص اللي بتريده، وهو رحل تركك ورحل. لكن الشخص اللي بحبك برضه، بس هو انا شايفه انه افتقد الزواج. خلينا نشوف بقى، خلينا نربط الاحداث بقى. طب خليني اشوف لكم عشان نخلص من النصائح. هي بحسها نصائح ان انتو يعني زي اشارة لكم ونصيحة يمكن انتو بتفتقدوها ومحتاجينها. الشخص يجي ينصحك مثلا اعمل كذا وكذا وكذا، وهذا اللي بيقول نفس الاشي. هون بيحكوا لك البراءة كيف يتم استدعائك للتقدم والقيادة. هون بحكوا لك خليك قيادي وعلى موقفك، هون بيستدعوك انك انت عشان تتولى القيادة. يمكن انت تتولى القيادة في هاي العلاقة، يمكن انت قعدت فترة طويلة تتنازل وفجأة خلاص صار وقت انك انت لازم انت تتولى القيادة. خلينا نشوف تتولى القيادة طبعا في هاي العلاقة. خلينا نشوف اكتر عشان نعرف لما نشوف هنا ديسبشن. شكله فيه اقنع في هذه العلاقة، شكله فيه حدا منكم لابس قناع، وانا بالارجح بحكي انت يا برج العقرب، انت لابس قناع الرضا بالنفس وتحقيق الانجازات، وانك عنيد، وانك انت مكابر، وانه رحيل هذا الشخص ما هزك نهائيا، ولبست هذا القناع، ففي قناع في الموضوع او خداع، لانك انت حاسس ان في شغف في هاي العلاقة بشع. اسمح لروحك ان تغني. يمكن انت يمكن ما اعترفتش لهذا الشخص، او لو اعترفت له بس صار في بينكم نقاش خلى الشخص هذا يروح، انه حسيت انت انك لازم تعاند. بس هون بيحكوا لك انه في شغف في هاي العلاقة، في قناع، فبحس انه انت يا برج العقرب اللي لابس هذا القناع. هذا الشخص حاليا طاقته تقف كبس وجسد. احتمال هذا الشخص يكون في زواج او ارتبط في شخص اخر غير كوريا برج العقرب. واحتمال هذا الشخص انه يكون احساسه من ناحيتك تقف كبس الحب، ولكن احس ان هذا الحب انقطع، لانه هو انا شفته في الطاقة تبعته متوازن، لكن بحس انه يعني من ناحيتك انت هو لسه بحبك، فهو حتى مشاعره بده يحكي لنا انه هو زعلان منك جدا جدا، لان انت خليته يرحل بس بعد معاناة كتير معاك برج العقرب. الشخص اللي شكله عانى معاك كتير كتير كتير. طيب خلينا نشوف، بحب اوضح عشان اعرف اكتر، لان انتوا بدكم مخين يا برج العقرب مش مخ. من هذا الشخص قطع العلاقة معك وارتبط في زواج آخر، في علاقة أخرى. الشخص هذا احتمال كتير
انه دخل في علاقه اخرى غير برج العقرب وبيحتفل فيها، لانه هو حاسس انه من العدل انه يقطع علاقته معك، لانه حاسس انه هو طلع خسران من هاي العلاقه. وانت يا برج العقرب عارف هذا الشيء، انت حاسس انك انت مشيته وهو مخدول، فهو الشخص هذا البعض منكم احتمال هو بمر في انفصال. اذا كان هذا الشخص مرتبط هو بمر في انفصال عن الشخص اللي هو مرتبط فيه، واحتمال بس انا حاسسها ان هذا الشخص حاليا يعيش سعادة الاسرة. لو مش مرتبط او مش ما ارتبطش في علاقة اخرى، بس هو حاليا بيحتفل مع اسرته لانه طاقته متوازنة جدا جدا جدا، وحاسس القطع هذا الجاس من ناحيتكم انتو، كأنه قطع نهائي معاكم متباعد الشخص تباعد عنه. حاسس هاي الطاقة تشمل علاقتكم، وانا بحس دايما هاي الطاقة بتكون طاقته من ناحية العلاقة، فحاسس ان هذا الشخص احتمال كبير انه في علاقة اخرى او في اسرته زواج، وحاليا بيحتفل في اسرته في زواج في نجاح مشروع، لكن انا حاسس انه ارتباط صار عند هذا الشخص ارتباط غير يا برج العقرب، بسبب انه حاس انه لازم يقطع هاي العلاقة، ولانه حاس حاله انه انخذل كتير في هاي العلاقة او انخدع. هو حاسس من ناحيتك العشر، لا احكي لك انه انت عندك باشن، انت اللي عندك احساس اللي انت الديسبشن، انت اللي حاطط قناع، لان انت حاسس بالرضا باللي عملته، لكن عندك لسه باشن، عندك شغل، وانت في موقف مع نفسك لازم تكون قوي او تبين للشخص ده انك قوي. طيب هو حاليا مشاعر ناحيتك العشر سولانجات تينفوند والتور، الشخص هذا حاسس حاله زعلان منك جدا 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 يا برج العقرب، وحاسس بانهيار صابه بعد هاي العلاقه، وكانه حمل كل اوجاع وكل شيء من هاي العلاقه ورحل وتباعد عنك يا برج العقرب. عفوا يا جماعة، بس ابني بيتقاتل مع القطة تبعته. طيب خلينا نشوف الشخص هذا، حس حاله زعلان وحزين وكأنه خلص، يعني قوته خلصت لحد هون، يعني نفذت طاقته، طاقته كلياتها نفذت في هاي العلاقة، فسحب حاله وقرر انه خلص ينفصل ويتباعد ويحمل مشاعره وكل شيء في هاي العلاقة، وكأنه بكامل قوته طلع من هاي العلاقة، لكن يعني بقوة دفع نفسه بقوة كبيرة لحتى يطلع من هاي العلاقة، رغم انه هو الشخص اللي بحبه كان، لكنه فضل انه يطلع من هاي العلاقة، لانه صار في غدر او صار في شيء زي الصاعقة في هاي العلاقة، فجرت هاي العلاقة وكل شخص منكم راح حدا. على فكرة انت تأذيت برج العقرب وهو تأذى نفس الاشي، يعني انتوا تأذيتوا نفسيا، ولكن كل شخص اظهر للتاني العكس. كمان تكونوا انتوا كنتوا في زواج، في زواج وانفصلتوا عن بعض، او في خطوبة كان فيها كاتب كتاب، والشخص هذا قرر انه يعني هو بسبب احتمال انه شافك انت تزوجت برج العقرب، بس بين نارين، فقرر انه يحمل شعور الاستقرار معك واحساسه بانه يكون هو الشخص المناسب معك، لانه هو شايفك انك انت الشخص المناسب
اللي هو بيتمنى يكون معاه، لكن حمل كل وجعه هذا وراح. طب خلينا نشوف، يمكن انت وضحت له وفاجأته انك انت بدك تدخل علاقة تانية او بدك تتزوج للبعض منكم، للبعض منكم هو صرح انه بده يفوت في علاقة اخرى او فات في علاقة اخرى وتزوج. في شخص منكم ترك الطرف الاخر بسبب زواج او دخول طرف اخر في حياته، يا انت يا برج العقرب يا الشخص هذا. طيب هو كيف شايفك؟ هو شايفك مهيثم، وشايفك انك انت مكابر، بما انك شايف ان انت عند قرارك بتاخذ قرار واحد خلاص. شايفك اثناء العلاقه انك انت الاشي اللي معتقد فيه بضل ماسك فيه، رايك بضل ماسك فيه، اعتقادك بضل ماسك فيه. وهو فعلا هون بقول لك خليك ماسك في اعتقاداتك، خليك شجاع. احتمال ان انتوا تكونوا من دول اخرى، من جنسيه اخرى، لانه شايفك برضو من جنسيه اخرى ومن بلاد بعيده. اذا انتوا كنتوا منفصلين عن علاقه فيش فيها زواج، بس اذا انتوا كنتوا في زواج هو شايفك انك انت اللي الك السلطه انك تقرر هل ان تكملوا مع بعض او تتركوا، وكانه انت توجهت للانفصال مش هو اذا كنتوا في زواج. إذا كانت علاقة عاطفية حب فهو شايفك إنك أنت برضو إلك السلطة، إلك سلطة كبيرة في بين الأشخاص، أنت شخص مشهور في عائلتك بإنك أنت الشخص مثلا اللي بياخد رأيك أو بيستشيره في كل المواضيع. وشايفك انك انت الناس بتتوجه لك لحتى تستشفي ولحتى يستشيروك، زي ما حكيت لك هو شايفك مستشار، وشايفك انك انت الك الكلمة الواحدة، صاحب الكلمة الواحدة. اذا حكيت خلاص يعني خلاص، انتهى يعني انتهى. وشايفك انك انت بتتراجعش عن كلامك نهائيا، وشايفك نوعا ما دائما بين المايل للهدوء وبتحب انت تسبق الحدث، انت بتحب تسبق الحدث لانه بشوفك انه انت احساسك عالي جدا، فبشوفك انك انت دائما تسبق الاحداث. يعني اذا كنت في علاقه متعبه انت قررت تنفصل عن هذا الشخص لانك مثلا حكيت انه خلص يعني مش راح نقدر نتزوج، اذا انتوا كنتوا مختلفين في الجنسيه في العقيده في المسافات مثلا، شافك انه انت سبقت الاحداث وقررت انك تنفصل لانه مثلا صعب انكم تتزوجوا، وشفت انك انت سبقت الاحداث وقطعت معي وانفصلت، وشفت انك بتسبق الحدث، وشفت انه انت بتحاول تتوازن، لانه شفت انك انت مالك اشي. يا اما انت طالع من علاقة اتعبتك، او انت في علاقة خلتك تسكر قلبك، ولو حتى فتت مع هذا الشخص في علاقة انت خليت عقدة الماضي هي تتحكم فيك في هالعلاقة، فهو حاسك انك انت مش قادر تخربط، مش قادر توازن بين مشاعرك الحقيقية والاعجاب، فهو شايفك انك انت بسبب انه انت يعني مرقت في علاقة خلتك تتجنب العلاقات الاخرى او تتجنب الاشخاص في العلاقات العاطفية. يعني اذا انت مرقت في علاقة فيها خيانة وغدر كتير، هو عارف ان انت مرقت في هاي العلاقات ولكنك انت لسه مش متوازن، وشخصيتك هو مش قادر يقرأها لانه شايفك انك انت بتحاول تكون متساوي، لكن الا يصير عندك ميول لجهة اخرى لطرف اخر، للماضي للاعجاب للعلاقة الجسدية فقط، وشايفك انك انت بتميل لشيء اخر غير يعني بتميز بين شيء
غير الآخر. يعني يمكن بتميز بين مشاعرك الحقيقية الصادقة ومشاعرك نحو الماضي والخذلان والحدث فيك في السابق، حتى لو سواء من هي العلاقة. إذا هذا الشخص مثلا غلط معاك قبل هالمرة ورجع، فأنت وقفت قباله وقعدت تقارن في اللي حصل في الماضي، شايفك إنك أنت بتنساش الماضي. يعني إذا هو مثلا انفصل عنك قبل هالمرة ورجع عاد انفصل عنك، هو عارف إنك أنت خلاص بتبلش تقل محبتك للشخص، بتبلش يعني تموت مشاعرك شوي شوي، شيء ورا شيء، يعني شيء تلو الشيء. الشيء هو شايفك انك انت كمان طيب روحاني، لكنك انت منغلق على نفسك، وانت لما تزعل تاخد وقت طويل تطلع من الزعل، تاخد وقت طويل لما انت تتوازن، ترجع تتوازن، ترجع كما كنت. هو شايفك انك انت شخصيتك سامة، وانت تسبق الاحداث. إذا أنت أنتوا كنتوا مختلفين، أو أنت في علاقة، في زواج، في ارتباط أسري، في عادات وتقاليد، فأنت بتفضل إنك أنت تضل متباعد وتسبق الحدث وتقطع. وإذا أنتوا كنتوا يعني قررتوا الزواج وفجأة قطعتوا هذا القرار وابتعدتوا عن بعض، فهو شايفك إنك أنت أعطيته وعد في الزواج وتباعدت وهربت من العلاقة، طلعت. طيب احتمال هو شايفك انك انت داخل في زواج، لهيك هو قطعته. خلينا نشوف شو مشاعرك انت برج العقرب عشان نقدر نفهم شو مشاعرك من ناحية الشخص برج العقرب. انت حاسس حالك في علاقة ثنائية، انت حاسس ان هذا الطرف، هذا الشخص عفوا، دخل الطرف آخر، لكنك مش قادر تقدم لقدام، مش قادر تنسى الماضي زي ما هو شايفك، مش قادر تنسى الماضي نهائيا. وقفت عند الماضي، وقفت الذاكرة كليتها عند الماضي. هل انت بتحب يا برج العقرب؟ انت حس بالتوازن من ناحيته، بتتوازن، تحس بالتوازن. انت بتحب برج العقرب، لكن انت حاسس ان هذا الشخص يعمل لك شيء في المصير. انت حاسس انه هو مصير، وهو بيوازن مشاعرك، هو الشخص الوحيد اللي بيوازن مشاعرك، هو اللي بيخليك انت تستعيد الحب وترجع تتوازن، تقدر ترجع تكمل هدفك في الحياة. لكنك انت حزين زي ما هو شايفك ان انت حزين، فانت شايفه فانت حزين وفاقد هذا الشخص. انت كنت تحس معايا بالعطاء الدائم، الشخص ده كان يعطيك كتير، وكنت تحس انه دائما هو عجلة الحظ بالنسبة له، وانت زعلان عنده مفتقدة جدا، فانت اللي لابس القناع، انت اللي لابس القناع. انت قررت تحط حد، لانك انت شفت هذا الشخص بيحاول يفوت ويطلع على كيفه، يعني بيرجع بروح وبيرجع بروح، لانك قررت انك تجمد مشاعرك وقلبك وتحمي قلبك وتحط حد لهي العلاقة. طيب هو شو نوعيه؟ ممكن يكون شخص برج الميزان، انت حاسه انه عادل وانه طيب، وانت حاسه انه كريم، كريم في المشاعر، كريم في كل شيء. مع اني لسه ما شفتش ان انت يعني، بس انت زعلان عني.
أنا من برج السرطان، السرطان والدلو. من اللي بتعمل مع برج الدلو؟ من اللي بقدرش أعرف أنت برج الدلو، أنت برج العقرب. هو في طاقة، في الطاقة المائية. طيب شو نواياه؟ شو خطبته؟ هو نواياه إنه يعرض عليك فرصة جديدة، بداية جديدة. وبده بداية جديدة، لكن هذا الشخص بده تكون معه في أثناء العلاقة اللي هو فيها. نوايا إنه وجود طرف آخر من العائلة، سواء من عائلتك رابطة للعلاقة، سواء من عائلته، هو بده بداية جديدة معاه. وجود طرف آخر، هو بده بداية، حتى يعني أكتر بالدنيوي، يمكن شراكة مادية، عمل مع بعض، لكنه أنا مش عاجبني الدبل، خطوة الدبل، خطوة الدبل. الدبل والوار. احتمال هذا الشخص خطوته انه يجي غضبان ويحطك في الصورة، يحطك في الصورة، لكن مش عارف، انا حاسس انه الشخص هذا بيجي يرجع علقك فيه ويروح، يرجع لمنزله، او ينتقم منك ويرجع لعنده. خلينا نشوف بالضبط، هل هذا الشخص ناوي ينتقم منك يا برج العقرب؟ طب مش حكينا. طب شو ناوي يعمل فيك؟ ودي خليك تنظر، تنتظر، تنتظر رجوعه. بده الشخص هذا خطوته القادمة، بده يظهر أمامك كشخص ناجح في حياته، ولكن بيتابع حياته الأسرية. الشخص هذا بده يعمل لك إشي يخليك تنتظر، يمكن إنه يعرض عليك عرض ويروح، عرض عمل، عرض عمل. الشخص هذا بده يعرض عليك عرض عمل، ولكن أثناء استكشافك للعرض هذا، الشخص بده يتركك ويروح، يروح يرجع لاستقراره. الشخص هذا ينتظر يا جماعة، وينتظر زي ما أنت بتنتظر، يعني زي بالعين، العين بالعين، السن بالسن البادئ أصلا. وكأنه بده يعمل زي كيف أنت بتنتظر إنه هو يرجع، ونفس الشيء إنه ينتظرك. أنت كيف تتصرف في برج العقرب إذا رجع هذا الشخص؟ ما تاخدش قرار بسرعة، فكر بعمق وتباعد، لأن هذا الشخص شكله بينتقم منك. طيب، هل هذا الشخص بحبك؟ بحبك جدا جدا، بس هو مفروس من اللي عملته فيه، مفروس بشراسة كمان، يعني بغل، وكأنه بده يحطك بنفس الموقف اللي حطيته فيه. بس مش لأنه هو بده يأذيك، لا، مش شايف إنه فيها أذية، بس هو بده إياك تحس اللي هو حس فيه. بس هو بيحبك، بس أنت يعني خلينا نشوف بركو إيه بركي. أنت تعال لما أطلع من لحظة أشوف، طلع لنا برج الحوت، كمان إنه أنت بتتعامل مع برج الميزان كمان.
ونفس الاشي نفس الاشي يا معلم. انت خليك متابعت متابعت منتظر فتح عينك المغلقة وخليك في نفسك، خليك غامض شوي، انتظر هذا الشخص او فعله. ان هذا الشخص بده ينطرك او بده يحسسك نفس الشعور اللي هو حاس فيه. طيب خلينا نشوف شو نهاية هاي العلاقة وشو نهاية القراءة هاي، شو بده يصير. الصمت، انت رح تلتزم الصمت، رح يكون فيه فترة صمت طويلة بيناتكم، لأن الشخص هذا حاسس إنك أنت دخلت طرف آخر، خطبت، اتزوجت، أو تركته بسبب طرف آخر. فالشخص هذا بده يحطك، الشخص هذا احتمال إنه يفرجيك إنه هو خطب ورحل عنك وتركك وفضل الزواج والاستقرار. خطط بده يعمل فيك شو انت عملت فيه برجل عقرب بده يعمل فيك هذا الشخص، يعني انتقام. وبرج الجديد برج الحوت و برج الميزان برج الثور. برج الميزان لانه مرتين وهون متوازن، احتمال يكون شايفك مش متوازن. بس خلينا نشوف هون، هون برج السرطان، برج الجوزاء وبس والدم. عندنا طاقات هوائية مائية ونارية وترابية، يعني كل الفراغ طاغي على كل الطاقات. شكلكم انتوا طاقتكم شوية بتروح وبتيجي، يعني عاملين بتعاندوا في بعض، و يعني كبرياءكم عالي، فكل واحد بده يزيد الدعس على التاني. مش لا دعسة البنزين او دعسة الفل، يفوت في العمايل او في الانتقامات، بس مش انتقامات انها مؤذية، لا انتقامات انه انت كيف عملت فيه هو رح يعمل فيك. اذا انت اظهرت له مشاعرك رح يظهر، ما اظهرتش مش رح يظهر هيك.